أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. وقل ربي زدني علما، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها ومنيها والأقاتليها وظالميها. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الفهم والنسيان وعدم الإيمان والجحود والعناد وعدم اتباع الحق والفطرة والعقل. وصل بنا الكلام إلى طريقة إثبات الإسلام والشرائع السابقة. إثبات الإسلام والشرائع السابقة. كل إنسان حر في فكره، في فطرته، نقي الضمير. تمر عليه عدة تساؤلات، عدة تشكيكات حينما ينشأ وحينما يغوص في هذه الدنيا. يجد هذا على دين كذائي، وذاك على دين كذائي، وذاك على مذهب كذا، وكذاك يصلي كذا، وذاك يصلي صلاة مخالفة له. هنا تنشأ عنده عدة تساؤلات، أنه من هو الدين الذي هو على حق؟ ما هو الشيء الذي فعلا يقودني للنجاة يوم القيامة؟ كيف أنا أصل إلى أن أشكر المنعم الذي أنعم علي؟ طبعا هذه قاعدة عقلية وفطرية، أنه شكر المنعم. أحد إذا أعطاني مثلا هذا القلم كهدية أنا أشكره، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي أعطاني الصحة والعافية ونعمه لا تعد ولا تحصى؟ فأنا كيف أتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بأن أشكره بأن أعبده حق عبادته؟ هنا هذا مر معنا في وجوب النظر والمعرفة، أخذناها أول مبحث في هذا الكتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر. هنا نأخذ شيء من التفصيل عن هذا الأمر، بأنه الإنسان الحر في فطرته يبحث، لابد أن يبحث لكي يصل إلى الدين الذي يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بالشكل السليم والصحيح به. بالنسبة إلى المسلمين، إذا آمنوا بدينهم عن دليل وبرهان وعن عقيدة حقة، سيجد أن المسلم لا يحتاج، لا يجب عليه أن يبحث في الأديان السابقة صحتها أو خطأها، لأن دينه الإسلامي لديه أعظم دين ولديه أعظم معجزة، هي معجزة القرآن الكريم التي تحدث جميع البشرية بأن يأتوا له حتى بآية واحدة أو بصورة واحدة من مثله، ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا. الجن والإنس عجزت أن تأتي بهذه المعجزة، بالإضافة لأنه نبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال لا نبي بعدي، وأن ديننا قد أثبت أنه خاتم الأديان. أما غيرنا من الأديان السابقة لا يوجد عندهم نصوص تقول أنه دينهم النصراني مثلا خاتم الأديان، أو نبي الله عيسى أو موسى قال أنني آخر نبي وخاتم الأنبياء، أنا خاتم الأنبياء وليس نبي بعدي. لا يوجد عندهم هكذا، بل على العكس توجد عندهم بشارات بنبي يأتي في آخر الزمان وخاتم الأنبياء، شريعته كذا، دينه كذا، توجد بشارات بهذا الشيء. نأتي إلى عبارة المصنف، يقول لو خاصمنا أحد في صحة الدين الإسلامي نستطيع أن نخصمه بإثبات المعجزة الخالدة له، وهي القرآن الكريم على ما تقدم من وجه إعجازه، وكذلك هو طريقنا لإقناع نفوسنا عند ابتداء الشك والتساؤل اللذين لا بد أن يمر على الإنسان الحر في تفكيره عند تكوين عقيدته أو تثبيتها. أما الشرائع السابقة كاليهودية والنصرانية، فنحن قبل التصديق بالقرآن الكريم أو عند تجريد أنفسنا عن العقيدة الإسلامية لا حجة لنا لإقناع نفوسنا بصحتها،
ولا لإقناع المشكك المتسائل، لا معجزة باقية لها كالكتاب العزيز، وما ينقله أتباعه من الخوارق والمعاجز لأنبياء سابقين فهم متهمون في نقلها لهم أو حكمهم عليها، وليس في الكتب الموجودة بين أيدينا المنسوبة للأنبياء كالتوراة والإنجيل. ما يصلح يكون معجزة خالدة، تصح أن تكون حجة قاطعة ودليلا مقنعا في نفسها قبل تصديق الإسلام لها. وإنما صح لنا نحن المسلمون أن نقر ونصدق بنبوة أهل الشرائع السابقة. ليش؟ لماذا؟ لأن ديننا هو الذي صدق بها. نحن ديننا الإسلامي أخبرنا بصحة الأديان السابقة وصحتها نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله، أخبرنا بأنه الأنبياء الذين جاءوا من قبلهم هم أنبياء صالحون، لكن أقوامهم من بعدهم حرفوا كتبهم وظلموهم وقتلوهم وشردوهم. فنحن المسلمين مؤمنون بجميع الأنبياء باعتبار أنه نبينا الخاتم هو الذي ماذا قد آمن بهم. حينما ننكر واحد من الأنبياء السابقين ننكر بالضرورة نبوة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله. فلأن بعد تصديقنا بالدين الإسلامي كان علينا أن نصدق بكل ما جاء به وصدقه، ومن جملة ما جاء به وصدقه نبوة جملة من الأنبياء السابقين على نحو ما مر ذكره. وعلى هذا فالمسلم في غنى عن البحث والفحص عن صحة الشريعة النصرانية وقبلها من الشرائع السابقة. أما إذا أراد المسلم مثلا أن يطلع على دينهم، أي يرد مثلا يتعلم دينهم ويرد عليهم، هذا بحث آخر، هذا بحث آخر. أما هو يجب عليه؟ لا، لا يجب. وما قبلها من الشرائع السابقة بعد اعتناقه الإسلام، لأن التصديق بالإسلام تصديق بها، والإيمان بالإسلام إيمان بالرسل السابقين والأنبياء المتقدمين. فلا يجب على المسلم أن يبحث عنها ويفحص عن صدق معجزات أنبياءها، لأن المفروض أنه مسلم قد آمن بها بإيمانه بالإسلام وكفى. أما هم كما قلنا في بداية الكلام، الواجب عليهم أن يبحثوا عن دين الإسلام، لأنه توجد في كتبهم بشارات النبي آخر الزمان، ولا توجد عندهم كلام أو مقالات أنه دينهم هو خاتم الأديان. نعم، لو بحث الشخص عن صحة الدين الإسلامي فلم تثبت له صحته وجب عليه عقلا. هذا إذا بحث عن صحة الدين الإسلامي فلم تثبت له صحته وجب عليه عقلا بمقتضى وجوب المعرفة والنظر أن يبحث عن صحة الدين النصرانية، لأنه آخر الأديان السابقة على الإسلام. فحص ولم يحصل له اليقين به أيضا، وجب عليه أن ينتقل فيفحص عن آخر الأديان السابقة عليه وهو دين اليهودية حسب الفرض، وهكذا ينتقل فحص حتى يتم له اليقين بصحة الدين من الأديان أو يرفضها جميعا. وعلى العكس في من نشأ على اليهودية أو النصرانية، فإن اليهودي لا يغني اعتقاده بدينه عن البحث عن صحة النصرانية ودين الإسلام، بل يجب عليه النظر والمعرفة بمقتضى حكم العقل. وكذلك النصراني ليس له أن يكتفي بإيمانه بالمسيح عليه السلام، بل يجب أن يبحث ويفحص عن الإسلام وصحته، ولا يؤذر في القناعة بدينه من دون بحث وفحص. لأن اليهودية وكذا النصرانية لا تنفي وجود شريعة لاحقة لها ناسخة لأحكامها، ولم يقل موسى ولا المسيح عليهما السلام أنه لا نبي بعدي، بينما ديننا قال فيه نبينا لا نبي بعدي، وديننا هو نسخ جميع الأحكام. فكيف يجوز لهؤلاء النصارى واليهود أن يطمئنوا إلى عقيدتهم ويركنوا إلى دينهم قبل أن يبحثوا عن صحة الشريعة اللاحقة لشريعتهم كالشريعة النصرانية بالنسبة لليهود والشريعة الإسلامية بالنسبة إلى اليهود والنصارى؟ بل يجب بحسب فطرة العقول أن يبحثوا عن صحة هذه الدعوة اللاحقة، فإن ثبتت لهم صحتها انتقلوا في دينهم إليها، ولا صح لهم في شريعة الآخر حينئذ البقاء على دينهم القديم والركون إليه. أما المسلم كما قلنا فإنه إذا اعتقد بالإسلام، اعتقد بالإسلام، لا يجب عليه الفحص لا عن الأديان السابقة لا عن الأديان السابقة على دينه، ولا عن اللاحقة التي تدعى. أما السابقة فلأن المفروض أنه مصدق بها، فلماذا يطلب الدليل عليها؟ وإنما فقط
قد حكم بأنها منسوخة بشريعته الإسلامية، يعني كلها نسخت بالشريعة الإسلامية، كما مر علينا أنه النسخ يكون في وين؟ في الأحكام الشرعية أو الدينية، يعني كلها جمعت في هذا الدين، في هذه الشريعة التي هي نهاية وخاتمة الشرائع. فالإيمان بهذه الشريعة الإسلامية هو إيمان بها، فلا يجب عليه العمل بأحكامها ولا بكتبها. وأما اللاحق فلأن النبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله قال: لا نبي بعدي. قد يأتينا مثلا في هذا الزمان كثر طبعا المدعون المهدوية والمدعون لأنهم أنبياء، كثر المدعون، وعلى المدعي البينة قد يأتينا مثلا يخرج لنا أنه اليوم أو غد يأتي ويقول أحدهم أنه أنا نبي. لا يجب علينا البحث في صفاته، لأن نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله قال: لا نبي بعدي. وإذا أردنا أن نرد عليه، أردنا عليه مثلا أن نسكته، مثلا أغتر به بعض السذج الذين لا يفقهون لا يعلمون، هذا بحث آخر. وهو الصادق الأمين كما هو المفروض، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلماذا يطلب الدليل على صحة دعوى النبوة المتأخرة أن ادعاها مدعي؟ نعم، هل المسلم بعد تباعد الزمان عن صاحب الرسالة واختلاف المذاهب والآراء بالنسبة للمسلمين والفرق التي نشأت وتشعب الفراق والنحال، أن يسلك الطريق الذي يثق فيه أنه يوصله إلى معرفة الأحكام المنزلة على محمد صاحب الرسالة، حينما يدرس مثلا في أصح مصادره وكتبه صحيح البخاري وغيره يجد قول النبي صلى الله عليه وآله: تفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. هذا يدفعه أكثر للبحث عن الفرقة الناجية من الدين الإسلامي أو الإسلام الحقيقي. حينما يبحث مثلا يجد في أصح مصادره أنه إذا الغدير ثابت أنه النبي صلى الله عليه وآله أوصى بعلي وصيا من بعده، يبحث يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا: تركت فيكم أمران ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وأترتي أهل بيتي وسنتي. هذا حديث باطل مثلا، حينما يبحث عنه ردوه علماءهم. هكذا، لأن المسلم مكلف بالعمل بجميع الأحكام المنزلة في الشريعة كما أنزلت، ولكن كيف يعرف أنها الأحكام المنزلة كما أنزلت؟ والمسلمون مختلفون، والطوائف متفرقة، فلا الصلاة واحدة، ولا العبادات متفقة، ولا الدين، ولا الرب، ولا القرآن حتى واحد، ولا الأعمال في جميع المعاملات على وتيرة واحدة. فماذا يصنع؟ بأي طريقة من الصلاة إذن يصلي؟ وبأي شكل من الآراء يعمل في عباداته ومعاملاته كالنكاح والطلاق والميراث والبيع والشراء وإقامة الحدود والديات وما إلى ذلك؟ لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله مضمون كلامه: ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا؟ بهما القرآن والأترة. تترك القرآن تتبع الأترة فقط تضل، تتبع الأترة تترك القرآن أيضا تضل، لا بد من التمسك بهما حتى لا تضل. ولا يجوز له أن يقلد الآباء ويسكن إلى ما عليه أهله وأصحابه، بل لا بد أن يتيقن بينه وبين نفسه وبينه وبين الله تعالى أنه لا مجاملة هنا ولا مداهنة ولا تحيز ولا تعصب. نعم، لا بد أن يتيقن بأنه قد أخذ بأمثل الطرق التي يعتقد فيها بفراغ ذمته بينه وبين الله من تكاليف المفروضة عليه منه تعالى، ويعتقد أنه لا عقاب عليه ولا عتاب منه تعالى باتباعها وأخذ الأحكام منها. ولا يجوز أن تأخذه في الله لومة لائم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة أن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ لربه سبيلا. وأول ما يقع التساؤل فيما بينه وبين نفسه أنه هل يأخذ بطريقة آل البيت أو يأخذ بطريقة غيرهم؟ وإذا أخذ بطريقة آل البيت فهل الطريقة الصحيحة طريقة الإمامية الاثنى عشرية أو طريقة من سواه من الفرق الأخرى؟ ثم إذا أخذ بطريقة السنة يعني البكرية، السنة البكرية والأمرية، فمن يقلد من المذاهب الأربعة
أو من غيره من المذاهب المندرسة. هكذا يقع التساؤل من أعطي الحرية في التفكير والاختيار حتى يلتجئ من الحق إلى ركن وثيق. ولأجل هذا واجب علينا بعد هذا أن نبحث عن الإمامة ونبحث عما يتبعها في عقيدة الإمامية الاثنا عشرية، وما يطمئن أكثر بالإضافة إلى آلاف الأدلة على أن الشيعة على حق. وما يطمئن أكثر أنه حينما تذهب إلى بلدان غير الشيعة، مصر والأردن وما تسمى بالسعودية، الجزيرة المحمدية، حينما تذهب إليها تجد أن شيوخهم حاصل عندهم استنفار، لا تقرأوا للشيعة، لا تكتبوا للشيعة، يحذرون من المد الشيعي، اقتلوا الشيعة، يخافون جدا من كتب الشيعة، لا تجد كتابا واحدا في الشيعة، حتى كتب الأدعية هذه والمناجات التي هي بعيدة كل البعد عن العقائد طبعا عنوانا، أما هي هذه الأدعية مبطنة العقائد عظيمة جدا، أدعية في الصلاة وكذا يخافون منها. بالإضافة إلى أنه تشيع العديد منهم والدكاترة منهم، بينما بالعكس حينما تأتي أنت مثلا للمناطق الشيعية المقدسة، النجف الأشرف مثل سوق الأحوشاد موجود في النجف الأشرف، تجد كتب كل الأديان والمذاهب بل حتى الملحدين تباع وتشترى، أصح كتب المخالفين البخاري ومسلم وما إلى ذلك. لا أحد يعترض عليك، لا أحد يقول لك لماذا أنت تبيع هذه الكتب، بل على العكس لأننا لا نخاف، منفتحين على المذاهب والأديان الأخرى لأننا على حق. أما على الباطل هو الذي يرتجف ويثور كما تثور البهائم والثيران الغاضبة بلا دليل وبلا حجة وبتعصب أعمى. أبعدنا الله تعالى عنهم وعن عنادهم وثبتنا على الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وهذا وصلى الله على النبي وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على دائهم أجمعين.